طبعا كل من هب ودب الان له منبر، ولا مش صحيح؟ ولذلك تناول الاكابر، نحن الان نرى السخريه من الائمه الاربعه والائمه الخمسه والائمه التسعه ومن كل شيء، سخريه سخريه من اناس يعني لا يعرف احدهم ايه كما يقال يعني ايه كوعه من بوعه، ويتكلم عن الاكابر باستخفاف ومجانيه مؤذيه جدا جدا جدا. لذلك كلام افلاطون وارسطو كلام مهم جدا معتبر، لابد اهليه. قال الله تبارك وتعالى: ها انتم هؤلاء حاججتم، يخاطب اهل الكتاب، فيما لكم به علم. قال: لا باس، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون. مسروق ابن الاجدع رحمه الله عليه، ابو عائش الهمداني كما في صحيح البخاري، يقول: كنت مرة في المسجد فسئل رجل عن قوله تبارك وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال: هو دخان يكون قرب الساعة، يأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، يغشى المؤمنين منه كهيئة الزكام. إلى قصة الرجل فن التفنيض. مسروق سمع هذا استغرب، لم يسمع بهذا من قبل. قال: فدخلنا على عبد الله، وهو المسعود طبعا أبي عبد الرحمن، في بيته وهو متكئ. قصوا عليه القصص إنه هذا بقول كذا كذا كذا، الدخان كذا، إيش القصة يعني؟ ابن مسعود كان رأيه طبعا معروف عنه وثابت في الصحيح أنه هذا الدخان حصل وخلص في السنوات المجهدة التي أصابت أهل مكة حتى أكلوا الجلود والعلهز، القضية معروفة. فقال وكان متكئا فجلس، قال: أيها الناس، من سئل وكان عنده علم فليقل بما يعلم، ومن سئل ولم يعلم فلا يتكلمن، وقد قال تبارك وتعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. في صحيح البخاري يقول الفاروق عمر: نعوذ بالله من التكلف، لا تتكلف ما لا تحسن، لا تخوض فيما لا تعرف. هذا متفق عليه. لكن على كل حال نحن نتكلم الآن معياريا، حديثنا هذا نورماتيف، معياريا وضعيا واقعيا الكل يتكلم والكل يقول. لا نستطيع طبعا أن نكمم أفواه الناس، لكن يا دكتور المطلوب الآن من المتصدرين عاد من أهل الفن والأدب والعلم والفقه والفلسفة والفكر أن يتعالوا على هذا الغثاء، أن يتعالوا على هذا الغثاء، فكأنه لم يقل وكأنهم لم يسمعوا، ونمضي على إيطيتنا. لأنه بعدين نتسافى يا دكتور، إذا أنت تريد أن تعلق على كل هذا الكم الغثاء والسفة البعيد، الإنسان يصبح ماذا؟ سفيها. طيب بس تسمح لنا نرتاح شوي، فاصل يا دكتور. طبعا. فاصل ثم نعود.